الراديو 90 90 هواها مصري. الخير ومعايا مروه ومعايا اميره اسف وندى رايحين الشغل، هما الاثنين الاختين الحلوين في طريقهم للشغل. يا صباح الخير. صباح الخير. لا عايزه اسمع صباح الخير اللي هي بتاعتنا. صباح الخير دي بتبقى حلوه قوي. يلا صباح الخير. الله الله، بس انتوا الاثنين مع بعض الاول عشان ابقى مبسوط. يلا يلا اميره، واحد اثنين ثلاثه. صباح الخير. يا صباح العسل. أميرة وندى رايحين الشغل مع بعض، انتوا بتشتغلوا في مكان واحد ولا ايه؟ لا هي أميرة لا نتكلم واحدة واحدة، مش لازم نتخانق واحنا في التليفون. يعني واحدة فيكم شغالة في القصر العيني والتانية شغالة فين؟ انا مهندسة في هيئة الأنفاق. مهندسة في الأنفاق، في مترو الأنفاق. زينب. طب كويس. انا كنت هدخل بقى في قصه بقى ده انتوا واسطه وبابا مش شغال، كنتوا الاثنين مع بعض طيب تمام. انا سايبه من عيله. مين سايقه فيكو ومين مش سايقه؟ اميره كبيره هي اللي سايقه. اميره اللي سايقه وندى هي اللي ماسكه التليفون. شفتوا؟ يا سلام، بحب القواعد المروريه دي. بصوا، عايزه معلش ابعت صباح لمحمود جابر، زمان بيسمعك. تبعتي له صباح ازاي؟ يعني ايه تبعتي له صباح؟ تبعتي لمحمود صباح ازاي؟ ابعت له صباح، عارفه؟ طيب ابعتي صباح لمحمود. يلا صباح الفل يا محمود. مين محمود بقى؟ زميلي. زميلك؟ يا شيخ. انت لسه متخيل جديد يعني؟ لا والله، لا والله. هو انت ليه انا بقولك زميلك وسألت ولا قلت حاجة تانية؟ بتقولي لا والله لا والله. بصي، اللي على راسه بطحة. انا هخليك النهاردة تبقي داخل الشغل وما تبصيش في وش محمود خالص. يا رب يا محمود تكون بتسمع. محمود لو سمعني. انا لا ندى ولا اخت اميره ولا احنا جايين ولا واحده شغاله في القصر عيني ولا واحده شغاله في الانفاق ولا. طيب عايزه تقولي لمحمود ايه؟ لا والله عايز اقوله صباح الفل، بس عشان انا عرفت ان هيسمع البرنامج امبارح قلت له ابعت لك بقى النهارده. اسمع يا محمود، عشان انا بعت لك كلام مهم. بعتيله يا اختي، نوتيله. طيب قولوا لي بقى، انتوا بتخرجوا من البيت، انتوا بتخرجوا من يعني ساكنين فين وبتروحوا فين؟ انتوا من التجمع صح؟ بحسب الرساله. انا قاعده في دحاب واميره جنبي برضه. تمام. اسمها اميره متجوزه وبعدين نسمع بقى. طب كويس ان اميره متجوزه. اميره ساعديها يا اميره، خدي بايدها. ما انا بساعدها جدا. خدي بايدها وبعتي صباح لمحمود، خلي الموضوع يتم. فرحانه انت؟ فرحانه مبسوطه؟ هلبسك. ما خلاص اقفل الراديو. انت ممكن تقفلي السكه في وشي احسن. طيب لو عايزين نغني لمحمود اغنيه، نبعت له اغنيه ايه؟ لا معرفش والله. ايه بيتبعت؟ هو انت سؤال، هو انت مزعله محمود مثلا؟ في زعل ولا الدنيا فيس؟ لا والله، لا كنت راجل محترم ولسه متعينين جديد والله. انا هو انا قلت عليه حاجه؟